اليوم انتم مجهزين موضوع عن حلقتكم اللي انتم جهزتوها. يلا نبدا مع فرات. تفضلي فرات. اول قبل الاسلام كان في عصر الجاهليه، اول لما كانت الحرمه تجيب بنت كانوا الرجاجيل كان وجههم يصير اسود، وكانوا يعني يخافون من البنت. يعني لا يعني كانوا يعصبون ليش يجيب بنت. فكانوا يدفنون البنت وهي حيه. ف ايام الجاهليه طبعا، مو الحين. اوكي. فالحين في الاسلام الحمد لله جاء الاسلام والحمد لله صار مكان للبنت، فصارت البنت نص المجتمع. ايوه. فيعني هي اصبحت مثل يعني مثل الولد، يعني صارت لها قيمه في يعني المجتمع. يا سلام. يعني صارت لها قيمه انها يعني تتوظف، انها تدرس، يعني كذا، ولها قيمه كثيره. لكن يا استاذ فهد للاسف بعض العائلات ايوه يقدرون الولد اكثر من البنت، يعني يعني يخلون الولد يشوفون ان الولد طرزان يقدر يجيب لهم كل شيء كذا. طيب يعني يشوفونه طرزان مره واو يعني لا. والبنت ما يهتمون. يمكن بعد بنات تكون في بنت ممكن تكون اخير لاهلها من الولد، يعني وفي ممكن الولد يصير اخير من البنت، فهي معادله انه البنت. بس لحظه يا بنات، انه البنت دائما ايش؟ في البيت هي عنصر اساسي مثلا بالبيت، والولد برضو عنصر اساسي، كلهم مع بعض. تفضلي كملي يلا. طيب استفاد الحين بعطيك مثال. مثلا عندنا خمس اولاد وبنت. أيوة. عائله عندهم خمس اولاد وبنت. حلو. هذول الخمس اولاد ما يبرون بامهم ولا ابوهم، اما هذه البنت يعني تبر بامها وتبر بابوها لدرجه يعني لو بيدها تولع يدها تولع اصابعها نار. يعني قصدها من حبها وبرها لامها وابوها.